بس احكي لي ايه رأيك في اللي بيتقال من المخرج جمال عبد الحميد انه هو اللي كاتب مسلسل ريا وسكينة؟ والله بص، يعني انا طبعا اتفاجئت السنه اللي فاتت او من كام شهر كده يعني بالموضوع ده بالصدفه. والله شفته كده وقت كان بيتكلم في برنامج الاستاذه منى الشاذلي، وطلعت بعد كده عملت فيديو يعني شرحت كل حاجه، وطبعا يعني نفيت الكلام ده جمله وتفصيلا، وقدمت شكوى في النقابة، والنقابة حققت معايا، وهو جه واعتذر طبعا وأنكر كل الكلام دوت، وقال يعني إن أنا بقدر الأستاذ مصطفى محرم جدا، والنقابة أخدت عليه تعهد إن هو ما يتكلمش في الموضوع ده في أي وسيلة من وسائل الإعلام يعني. طب هو ليه قال فاللي كده؟ يعني ليه قال أنا اللي كتبت المسلسل؟ والله ما عارف بصراحة، يعني كانت حاجة غريبة جدا. حتى طبعا يعني الأستاذ جمال العدل منتج المسلسل مشكورا يعني زعل جدا من الكلام ده واستغرب جدا، وعمل مداخلة مع الأستاذ سيد علي في التلفزيون وقال إن الكلام ده يعني عاري تماما من الصحة. واللي انا عايز اقوله كمان ان الاستاذ جمال عبد الحميد ما كانش هو مخرج العمل، يعني هو جه في الاخر خالص على التصوير. لا يعني ايه جمال عبد الحميد ما كانش هو مخرج ريا وسكينة؟ يعني هو كان مجدي في عمير. قبليه الاستاذ مجدي ابو عميره هو اللي كان هيخرج العمل، والاستاذ جمال عبد الحميد جه في الاخر خالص على التصوير قبل التصوير بفتره قليله جدا، لأن الأستاذ مجدي أبو عميرة عمل ساعتها مسلسل تاني برضه إنتاج الأستاذ جمال العدل مع الفنانة يسرا.